السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من أقليم كردستان العراق لكم جميعا. أهلا. السلام عليكم، مش سامعك. السلام عليكم. السلام عليكم، مش سامعك.
الو، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أعتقد في مشكلة في المايك. هو في صوت ولا أنا اللي عندي مشكلة؟ لا، ما فيش صوت فعلا. طب هو باشمهندس عنان ابتدى أصلا ولا لسه ولا إيه؟ أنا مش شايف حاجة ابتدت، أنا فاتح بقالي حوالي 5 دقايق بس ما فيش حد ابتدى حاجة لسه. وانا كمان فاتحه 8 بالظبط، فهو واضح ان هو لسه ما دخلش اصلا. أعتقد كده. اوكي لا، هو موجود معانا بس في مشكلة في الصوت. اوكي تمام. اوكي يعني احنا تمام. تمام، مفيش أي مشكلة خالص. طيب شكرا ليكم. هلو هلو السلام عليكم، ازي حضرتك يا استاذنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الله يكرمك يا استاذ. الصورة واضحة والصوت؟ واضح. طيب يعني نبتدي من دلوقتي ولا في حاجة تانية؟ لا، نقدر نبدأ، مفيش مشكلة. انا شغال من الاثنين، من الكمبيوتر ومن الموبايل. تمام، الحساب اللي هو على الكمبيوتر ايه عشان اخليه كوست بحيث تقدر تعمل شير؟ هو نفس الحكايه اللي هو اورينتال اركتكت، نفس الايميل يعني. تمام،
انا بدور عليه هو عشان اخد الكورس. نبتدي ولا؟ نقدر نبدأ ان شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده احنا بنتكلم على التجربه اللي انا عملتها في سنه 93، كانت البدايه سنه 93، على اساس ان الواحد يستخدم مواد طبيعيه في البناء ومن غير ما نستعمل خرسانه مسلحه، وفي نفس الوقت نقدر نستفيد من العائد الاستثماري للبيت، بحيث تقدر المواد الطبيعيه تقدر تستمر معانا لفترات طويله، ويقدر صاحب البيت يستفيد من البيت مش مجرد 50 سنه ولا حتى 100 سنه والبيت نفسه بيقع ويشرخ ويحصل له مشاكل، خاصه في المنطقه اللي هي الموجوده في شرق السعوديه، اللي هي منطقه رطبه جدا جدا، في نفس الوقت درجه الحراره مرتفعه يعني، فالحديد هناك ما كانش بيقدر يستحمل. فقابلت واحد صاحب بيت وكده كان عايز يعمل البيت، فكان بيسألني يعني هل في إمكانية إن إحنا نعمل نوع تاني من الإنشاءات وكده، فقلت له طبعا ممكن نستخدم المواد الطبيعية، وهي دي اللي بتقدر بتخلي البيت يصمد يعني قدام العوامل الجوية السيئة، وفي نفس الوقت يقدر البيت يتحمل. وقال لي ممكن نقدر نلبي كل طلبات الحياة فيها، قلت له طبعا يعني نقدر يلبي كل الرغبات، كل طلباتك انت، من حيث المساحات الواسعه، ومن حيث في وجود مثلا حمام سباحه داخلي وحاجات كده، بحيث تبقى الخصوصيه متوفره للناس الساكنين فيها يعني. فبدات تقريبا سنه 93 في التصميم في مدينه القطيف، كان الموقع الارض كان في مدينه القطيف، كانت الارض حوالي 600 متر. فعملت فيها التصميم وبدأنا التنفيذ سنة 94 يعني، في أواخر 93. كانت طبعا المشكلة هناك كانت هناك على البحر على طول، فكانت المشاكل يعني في التنفيذ وكده يعني. فطبعا قعدنا قبل نبحث على أفضل مواد وكانت متاحة وتبقى أسعارها مناسبة، فكان هو لقينا الطوب هناك، الطوب الأحمر كنا بنجيبه من الرياض، من مصانع الرياض يعني، مصانع في الرياض، ويوصل لحد المنطقة الشرقية. ده كان أنسب مادة يعني، طبعا الطوب هناك بيتحمل يعني ضغط كبير جدا، حوالي يمكن 175 على سنتيمتر مربع، فأقدر أحمل منه، بيكون سمك الجدار صغير وأطلع منه أدوار متعددة يعني. فكانت التجربة بصراحة متميزة جدا وفريدة، لان هو كان اول حد نقدر نشتغل بيه بالطوب يعني، ادوار متكرره وفي نفس الوقت يديني مساحات كبيره، واعمل يعني مساحات كبيره واعمل فيه ديكورات وزخارف اثناء البناء يعني، وفي نفس الوقت انا اعمل فيه ليفلز داخل البيت وحديقه داخليه يعني، اعمل فيه كل متطلبات او القيم الجماليه حتى للعمارة الشرقية أو العمارة العربية يعني، وفي نفس الوقت يتمتع بالخصوصية وكده يعني. فالحمد لله يعني بدأنا فيها التجربة. طبعا كانت التجربة كانت صعبة جدا، لأن ما كانش بالنسبة للبنائين والعمال دي كانت مشكلة صعبة جدا، وخاصة يعني في السعودية لازم يكون في تأشيرات وتحضير سكن عمال يعني، موضوع كان صعب جدا يعني، لكن الحمد لله بتوفيق من ربنا يعني ابتدينا ان احنا نرتب نعمل الترتيبات دي كلها، وننزل نقدر نبتدي في العمل يعني على بدايه نهايه 93 او 94 يعني. وطبعا اول ما ابتدينا كانت كل الناس كانت يعني مستغربه من الشكل، او احنا ازاي احنا بنشتغل من غير أعمدة، وبنطلع أدوار حتى السلالم وحتى كل حاجة في البيت من غير خرسانة ومن غير أعمدة ومن غير أسقف خرسانية، وفي نفس الوقت في زخارف جميلة جدا نقدر نعمل ديكورات أثناء البناء كمان، فدي بتوفر كمان أعمال للديكورات.
اللي هو داخل البيت، فبالتالي كانت تجربة يعني متميزة جدا يعني، وكنا متفردين فيها احنا في المنطقة الشرقية. طبعا بعد ما خلصنا البيت حوالي سنة 95 كان في إقبال كبير جدا، أنا نفسي فوجئت بيه من الناس كتيرة جم شافوا البيت وعجبهم جدا. فبدل ما كان مجرد يعني بيت واحد، كان ابتدى يعني مع نهاية 98 كان في حوالي 6 بيوت في نفس المنطقة الشرقية، من أول القطيف، وفي حد في بلد تاني اسمها سيهات جنبها، وفي الزهران برضك عملنا بيت هناك. فكانت الناس كانت معجبة جدا جدا بالشغل فيه يعني، وكانت مقبلة عليه جدا يعني. في خلال مثلا 5 أو 6 سنين أو ابتدينا نعمل حوالي 6 بيوت أو 7 بيوت تصميما وتمييزا. طبعا ده كان مجهود كبير جدا يعني، في خلال كان بيت اللي احنا كنت ابتدي فيه في تصميم وتنفيذ يعني. لكن الحمد لله التوفيق من عند ربنا يعني، ابتدينا نشتغل فيه وكده باذن الله، والحمد لله ربنا كرمنا وكده. وبعدين كده ابتدت بقى مرحله التشطيبات. مرحله التشطيبات دي بتبقى عاديه جدا جدا يعني، وكشغل عادي، بس بتبقى فيه حاجات بسيطه جدا الواحد لازم يراعيها في اثناء العمل اللي هو في التشطيبات، سواء بالنسبه للكهرباء او بالنسبه للميه او بالنسبه لاي توصيلات هو محتاجها يعني. لازم يكون في حاجات ملاحظات بسيطه جدا لازم يعملوا منها ازاي، لكن هو كل شغل بعد كده بيتم عادي جدا، سواء الكهرباء او تغذيه الميه او الصرف او الحاجات دي كلها يعني. فطبعا هي كانت تجربه، كانت الحقيقه يعني كانت متميزة جدا، وكانت يعني عطت تميز خالص للبيوت اللي هناك أو للعمارة الشرقية بصفة عامة، لأن أنا كنت حابب بصراحة أبعد عن العمارة التجارية اللي هي مش مجرد إن أنا أبني بيت وخلاص. أنا لازم أبقى فيه قيم جمالية ومعمارية يعني بتتضمن يعني البيت نفسه، مش مجرد ان انا اعمل بيت وخلاص وامشي وخلاص واشوف بيت تاني وثالث وعاشر، لا، الفكره ما كانتش كده يعني. الفكره ازاي ان انا اعمل بيت متميز في شكله وفي العوامل اللي يتحمل العوامل الجويه، وفي نفس الوقت يقدر صاحب البيت يستثمر بيت، مش فرط بيته بعد سنه حتى لو 50 سنه او 60 سنه. طبعا هناك عشان زي ما قلت العمل هو سريع جدا، بينهار الحديد وكده، والصدى عاليه جدا هناك. فاستخدمت كل طبعا الافكار بتاعت اللي هي موجوده في العماره الشرقيه، اللي هو سواء اللي موجوده في الخليج او موجوده في مثلا في ايران وباكستان او العراق او المنطقه نفسها يعني، بحيث ان انا اعمل افنيه داخليه وفي ملاءه في الهواء اللي هم بيسموها البداجير. البداجير ده بياخد الهواء من 4 اتجاهات عشان يلطف درجة الحرارة. طبعا احنا كان عملنا دراسة كمان عشان لو حبينا نعمل تكييف وكده، حوالي التكييف احمال التكييف نزلت حوالي 40%. يعني انا لو بعمل البيت بيتحمل تكييف مثلا 20 طن، فانا بشيل منهم حوالي 8 طن يعني كتكييف. ثاني حاجة فاتورة الكهرباء بتكون متميزة جدا، بتكون ممتازة جدا الكهرباء. صاحب البيت يعني من حوالي من سنة قال لي إن هي بتقل معاه يمكن حوالي 60% يعني عن البيوت العادية، بالرغم إن المساحة حوالي الدور الواحد 360 متر يعني، فعلى الدورين بيبقى حوالي مع القبو أو البيسمنت أو البدروم بتكون حوالي 1000 متر يعني، فبيدفع حوالي بتقل معاه حوالي 60% في فاتورة الكهرباء. كل ده نتيجة سمك الجدران والتهوية الطبيعية، بالإضافة إلى أشكال اللي هي الأسقف اللي هي القباب أو الفولت أو الكروز فولت يعني، اللي هو القاب أو تقاطع اللي هو القابوين. كل ده بيأثر كتير جدا جدا في استهلاك الكهرباء يعني، فبالتالي بتكون مفيدة جدا يعني. زي ما كنت قلت إنها بتبقى استثمار ناجح جدا لصاحب البيت يعني، ويقعد معاه إلى ما شاء الله طبعا. وزي ما قلت انا بشتغل يعني بستغل كل
الافكار اللي هي الحاجات اللي كانت موجوده في العماره الشرعيه من مشربيات وافنيه داخليه وتهويه وحاجات كثيره جدا، والمدخل المنكسر عشان يطيح الخصوصيه للبيت، وحركه الضيوف لحد حد معين وبتنتهي، بعد كده تبقى حركه اهل البيت نفسهم جوه منفصله تماما عن حركه الضيوف. يعني المواضيع ديت كلها اخذتها في حسابي اثناء التصميم واثناء التنفيذ. طبعا التنفيذ بيبقى متعب جدا، لان هو بحتاج اعمل تفصيليه لكل جزء من البيت، لكل حيطه لازم اعمل تفصيليه كشوب دروينج، يعني بحيث انزل البن ينفذها في الطبيعه، لان الموضوع مش زي الخرسانه مجرد ان انا حد نجار ولا حد عنده خبره ينفذ وبس، لا ديت لازم يكون متابعه يوميه للعمال، لان كل حيطه زي ما انا بقول ليها شكل تاني وليها شكل الديكورات بتاعتها والزخارف بتاعتها، وعشان كده بتبقى كل غرفه سقفها او الديكور بتاعها متميز عن الغرفه اللي قبليها او اللي بعديها، يعني مش كل سقف الغرف زي الخرسانه مختلفه تماما، يعني كل سقف غرفه منفصل، كله ليه ديكورات منفصله وشكله منفصل تماما عن الغرفه اللي بعديه او اللي قبليه، فبالتالي بيعمل عنصر تشويق للبل داخل البيت يعني او الساكن بيه فيه، لان بيستمتع جدا بالبيت، مش مجرد ان هو سكن ينام فيه وخلاص، لا الموضوع مش كده خالص، الموضوع كنا لازم نحاول نرجع الجمال شويه او السكون والهدوء للبيت نفسه، مش مجرد ان احنا بتاع دوت مثلا ادخل على صاله المعيشه اكشف كل البيت واعرف رسمات البيت اوله واخره فين، يعني ده لا منفصل، كل ما امشي خطوه في البيت الاقي عنصر تاني بيظهر لي، مره سواء افنيه مفتوحه سواء بركه سباحه او حمام سباحه، سواء ان انا في ليفل طالع او في ليفل نازل، يعني قصدي بيبقى عنصر التشويق مهمه جدا جدا في البيوت دي، عشان كده كانت ناجحه جدا الحمد لله، يعني بفضل ربنا كان ناجح جدا الموضوع دوت، كان هناك خاصة في السعودية يعني، وبتاع لما رجعت هنا طبعا في مصر عملت حوالي يعني كان جزء من شالات من قرية سياحية كانت في مدينة الإسماعيلية على قناة مباشرة، بالإضافة لفيلا لصاحب الشركة اللي أنا كنت بعمله اللي هي قرية سياحية في مدينة فايد، برضه كان على مستويين، دور أرضي ودور أول بتطل على قناة السويس مباشرة، فكانت برضك كانت متميزة جدا في شغلها وفي كل حاجة. آخر شغل أو أنا آخر شغل عملته كان انتهى يعني الحمد لله فضل من ربنا 2017، كانت عبارة عن قصر كبير على مساحة أرض 1300 متر، في برضه نفس العناصر بس عناصر كتيرة، بالإضافة لحمام السباحة والفنادق المفتوح أساسي، يعني الحاجات دي كلها أساسية يعني، بس مساحات الغرف طبعا أكبر أكبر، وكلها طبعا من غير أعمدة ومن غير خرسانة ومن غير أسقف خرسانين نهائي يعني على الدورين يعني، فالحمد لله كان فضل ربنا يعني، كانت طبعا ابتدى أعمال تنتشر هناك، وحتى في المجلات المعمولة والجرايد زي جريدة الشرق الأوسط وجزيرة وجريدة الجزيرة ينزلوا مقالات يصوروا البيوت، اللي كانت بالنسبه لهم حاجه غريبه جدا ازاي يعني وسط الخرسانات او غابات الخرسانه اللي موجوده هناك في الخليج او في السعوديه، ومع حاجات بقمه التكنولوجيا احنا بنعمل بيوت لسه البنا بتتعمل بيوت هاند ميد يعني كلها بالطوب ومن غير ما نستعمل لا خرسانه ولا حديد ولا اي حاجه، كانت كلها عباره عن حرف يدويه، حرف يدويه الحمد لله قدرت اطورها مع جميع الجنسيات، يعني حتى الأبوب والحاجات دي الناس كتير اشتغلوا فيها، يعني من أول الهنود والباكستانيين وحتى الفلبينيين يعني ابتدوا يشتغلوا فيها كعمال، ابتدوا أدربهم وأعلمهم إزاي يبتدوا يعملوا الحاجات دي، والحمد لله ابتدى يظهر الشغل بمستوى رائع، والحمد لله ربنا أكرمني طبعا في بجائزتين، يعني جائزة من منظمة العواصم والمدن الإسلامية سنة 2001، وفي جائزة من جامعة الدول العربية للأعمال البيئية، كنت أنا برضك واخد الجائزة الثانية بعد شركة أوراسكوم على طول،
بخصوص برضك اللي هي التطبيقات البيئية في البونة وكده يعني. فالحمد لله كان الجنزتين دولت يعني كانوا مؤثرين جدا طبعا بالنسبة لي كنتيجة أعمال الواحد عملها الحمد لله يعني. وترشح يمكن شغلة اترشح يمكن مرتين ثلاثة في الأغاخان، آخرها كان 2006. فالحمد لله يعني ابتدى شغل يظهر وابتدى الناس تسمع عنه يعني وينتشر أكتر وأكتر يعني. بس هو يعني هي في نفسها كانت التجربة كانت متميزة جدا، والواحد صراحة أنا اتعلمت كل اللي فيه ده من الحاجات الموجودة يعني. أنا ما جبتش حاجة من بره، أو جبت حاجة أو أنا كل بس اللي أنا أخدت اللي هو الموجود عندنا في الفلل والمساكن والحاجات دي كلها والقصور، وطورت منه بحيث يبقى حاجات تلائم العصر الحديث يعني، بحيث مش مجرد إن أنا بعمل فيلا وخلاص أو كده وبنفس الطراز القديم. لا لا، الفكرة مش كده خالص، الفكرة إن أنا إزاي أعمل مباني بتحمل الفكر والقيم الجمالية اللي هي القديمة، لكن في نفس الوقت متطورة وتقدر تعيش معايا لمئات السنين. لأن الطوب طبعا ميزته إن هو ممكن تقدر يعيش الطوب معاك لمئات السنين وما يتأثرش بحاجة، لأن احنا بس هي كل المواد المبنية منها البيوت كلها الطوب والأسمنت والرمل فقط لا غير، فقط لا غير يعني، ما عندناش أي حاجة تانية يعني. لأن ميزة الطوب زي ما قلت بيتحمل العوامل الجوية اللي صعبة، زي معمول حتى منها لو احنا بنشوف القناطر الخيرية عندنا في مصر، القناطر دي كلها معمولة من الطوب وسط النيل يعني، والمية بتجري من حواليها يعني، فهم في الحد في نفس الوقت لسه عايشة يعني. فبيتحمل، ومباني رشيد طبعا نفس الحكاية بيتحمل يعني الحمد لله سنين طويلة جدا جدا، مش مجرد بيت وينهار بعد كام سنة يعني. فدي كانت الميزة الأساسية فيه. وفي نفس الوقت إن أنا طورت من الحاجات دي، إن أنا أعمل دور تاني وتالت، كل ده من الطوب بطريقة معينة يعني في الإنشاءات، بطريقة معينة في الإنشاءات، بحيث إن أنا عندنا يكون متوفر اللي هو الخصوصية بتاعة البيت، وفي نفس الوقت الحركة سهلة داخل البيت للساكنين نفسهم يعني. لكن حركة الضيوف زي ما قلت كانت بتقف عند منطقة معينة وبتنتهي على كده. فالحمد لله طبعا دي كانت أنا بالنسبة لي كانت تجربة يعني متفردة، إن ما حدش ابتدى يعمل دورين وثلاثة وأربعة بمساحات كبيرة كده، على مساحات كبيرة دي كنت أنا كانت أول مرة كان حد يعملها يعني بالطوب الأحمر. إن هو كانت التجربة نفسها إن أنا أعمل دورين وثلاثة حتى أربع أدوار من الطوب، وفي نفس الوقت الأسقف بتاعتها زي ما أنا قلت إن هي عبارة عن قباب أو فولت، أو يعني قبو أو قبوين أو تقاطع أبوين، أو في نفس الوقت بعمل زخارف والديكورات على السقف نفسه وعلى الجدران نفسها يعني. فهي دي كانت خلاصة التجربة يعني الحمد لله لحد سنة 2017. وحاليا لو في أي استفسار يعني أنا حاضر عليه يعني. لو في أسئلة يعني. السلام عليكم باشمهندس علاء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. بحيي حضرتك على المحاضرة القيمة دي. في أسئلة عندنا، هنبدأ الأول بالمداخلات. باشمهندس أسيل اتفضلي. السلام عليكم. صوت واضح؟ صوت واضح، أنا سامعك. أي أهلا مهندس، يعطيك العافية، أنا قاعدة أتابع أعمالك ما شاء الله وايد مميزة، وكنت حتى بعت لك مسج ورديت عليه يعني، يعطيك العافية. احنا كان سؤالي عن الكويت ومدى إمكانية عمله يعني، وجود حاليا يعني مشاكل في نقص العمالة على نقص المواد، فشنو إمكانية ان نفس الفكرة نطبقها في الكويت؟ والله الكويت كان انا سنة 97 كان فيه برضه فكرة عند واحد
من الكويت وكده، كان شغال في شركة البترول يعني هناك في الكويت، ورحت زرت البيت وعنده وكده والسكن وقطعة الأرض وكده. بس كانت هي المشكلة زي ما أنت قلت حاليا، إن هو الطوب مش متوفر كتير قوي في الكويت. طبعا الطوب الأحمر فخاري مش متوفر في الكويت، فكان لازم يجيبه من السعودية. طبعا ده بيعمل مشكلة وتكاليف عالية شوية. ده اللي كانت الصعوبة التانية. الصعوبة التانية موضوع العمالة، يعني زي في السعودية كده لازم تأشيرات ولازم سكن، يعني كانت محتاجة موضوع يعني ياخد إجراءات طويلة شوية يعني. فهو ده للأسف، هو ده اللي كان الصعب شوية في الكويت يعني. فمعرفش دلوقتي هل دلوقتي الوضع اتغير ولا ما اتغيرش. الكلام ده يعني يمكن أكتر من 20 سنة ولا حاجة، فمعرفش الوضع اتغير حاليا ولا لا يعني. هو القصد ان العمالة هل هي في عندها قدرة؟ والله انا من خلال تجربتي العماله، لو واحد اي بنا كويس، هو بنا طوب محترف يعني، بغض النظر عن جنسيته ايه، ممكن يعملها. لكن موضوع نيجي على القباب والحاجات دي، صعب، محتاج يعني تدريب كتير، محتاج حد يدربه كتير ويبقى حد معاه يعني اعمل كذا وما تعملش كذا لحد ما يتعود عليها ويبتدي ينفذها، وممكن ينجح ممكن ما ينجحش. العماله اللي كانت معايا هي كانت بتشتغل من 20 سنه، في منهم واحد او اثنين بس موجودين في السعوديه حاليا، طبعا كبروا في السن وكده، ف دولت ممكن يجوا يعني. في نفس الوقت ممكن في عمال طبعا الواحد ممكن يجيبهم من مصر، طبعا هم في مصر بيشتغلوا القضاب والحاجات دي بطريقه ثانيه باسلوب ثاني، بس مع التدريب ممكن يعملوها بطريقه كويسه، لان في مصر بيعملوا القبه بحيث ما تتحملش دور تاني او تالت يعني. انا الطريقه بتاعتي لا، لازم يعني ممكن بطريقه، ما طريقه البناء طريقه معينه تتحمل دور تاني وتالت. زي مهندس، أنا حبيت أسأل في بعض الأشياء التقنيات هي موجودة يعني في بيوت الخليجية القديمة، يستخدمون بعض مثل ما تقول هي مش مراوح بس طريقة معينة على أساس تهوية البيت، يصعد الهواء الحار لأعلى، فهذه التقنيات هم بعد تصلح مع الفكرة اللي أنت تقصدها. ايوه، ما هو ده، هو ده اللي انا عملته بالظبط في البيوت، حاجه اسمها اللي هي البداجير. البداجير ده بياخد الهواء من اربع اتجاهات وبس، لازم يكون مفتوح معاه عشان يعمل تيار الهواء يعني، عشان الرطوبه محتاجه تيار هواء كبير جدا يعني، مش محتاجه تبريد لا يعني. مثلا في الرياض والحاجات دي الجو جاف، فمش مهم يكون تيار الهواء شديد يعني، لكن في الخليج لازم عشان احس بالبروده لازم يكون في، اعمل تيار هواء. تيار الهواء ده لازم تكون مفتوح بتجير، وفي نفس الوقت عندي فناء مفتوح عشان ياخد منه الهواء البارد الموجود في الحوش ويطلعه تاني ويدخل الهواء السخن وهكذا يعني، سيركوليشن يعني، يتعامل سيركوليشن. سركيش، لأن هذا القصد، إن إحنا يعني إحنا عندنا نية نبني بيت وعاوزين فكرة الحوش اللي هي الكون داخلي داخل البيت. بالضبط. فكل بيت طبعا إحنا هني في الكويت ما حد قاعد يعملها بسبب الحرارة الشديدة، عندنا حرارة شديدة كبيرة، طبعا بس ما قاعد زي في المنطقه الشرقيه بالظبط يعني، زي الدمام وكده، نفس درجه الحراره، بس الكويت اشد طبعا. اي احنا جونا عادة جاف وحار، يعني بالصيف نوصل 50 فوق ال50 يعني. صحيح صحيح صحيح. ان احنا نعمل يعني بعض هذا التكنيك القديم ممكن يساعدنا يعني، والداخل يكون فيه تكييف يعني، هذه كانت الفكرة. فما ادري هل هذه تمشي، ان يكون في حوش بالطريقة في عمل تيارات مثل ما انت تقول يعني. بالظبط كده، في ممكن يبقى في اللي هو التكييف سبليت عادي يعني، احمال بسيطه جدا مثلا بالكثير 3 طن ولا حاجه، لو في الغرفه هيبردها تماما يعني. وحتى يعني انا كنت بقول لك ان الناس اللي هي البنت وعامل مثلا بركه السباحه، طبعا في بركه السباحه ما فيهاش تكييف يعني، بس هم حتى الميه بتبقى بارده جدا جدا في عز شهر 7 و8 نتيجه استعمال الطوب نفسه وشكل السقف اللي عليه اللي هو القباب اللي هو شكل الدائري ده او الكوره، فبالتالي بتبقى درجه الحراره الميه بتاعت الساحه بارده جدا يعني، يعني بينزلوها بصعوبه حتى في شهر 7 و8 يعني. فدوت يعني اكبر دليل طبعا في الغرف، ممكن اي واحد يحط تكييف سبليت بسيط جدا
انا كنت بعمل كده مواسير للتكييف تبقى داخل الجدار، بحيث بعد كده يركب السبليت بتاعه وينزل المواسير بتاعته، تبقى عاديه يعني في وقت ان هو ما يكون محتاج التكييف يشغله على طول، بس كده يعني. يعطيك العافية، يعطيك العافية مهندس. إن شاء الله إحنا نحاول نتواصل معك بعدين ونشوف يعني الشركات اللي عندنا ونشوف شو الإمكانية يعني، لأن فعلا عندنا رغبة بأن نستخدم هالأسلوب يعني. والله يسهل إن شاء الله، يعطيك العافية. الله يبارك، شكرا. في أسئلة يا باشمهندس في الشات، يعني كان في ناس كتير طالبة يا باشمهندس لو عرض أمثلة بالصور، بحيث إن الناس يعني يبان لها الوضع أكتر، يعني هل في طيب إمكانية؟ في امكانيه. انا بس يعني فتح اللابتوب، اللابتوب ظاهر عندك ولا برضه مش ظاهر؟ لا يا دكتور، لا يا باشمهندس مش ظاهر عندي والله. هو اسمه إيه؟ ما انا قلت لك اللي هو برضك اورينتال اركتكت يعني. طب انا هخش تاني من جديد. الو، الو، ايوه يا باشمهندس مع حضرتك، انا هعمل لحضرتك اهو كوست بس حضرتك تقدر تعمل شيء. هو ظهر كده، هو كده. تمام، ظاهر يا باشمهندس. طيب احاول كده ظاهر حاجة؟ ايوه تمام يا باشمهندس كده ظاهر. طيب في اللي هو البي دي اف الفايل ظاهر؟ تمام كده يا باشمهندس ظاهر. ظاهر عندك اللي هو ظاهر الدور المعماري؟ ايوه بالظبط كده ظاهر عندي يا باشمهندس. اساسا حضرتك المعماري معماري متخصصون والصور كده هو الصوره ظاهر عندي، بس لو حضرتك تقفل الصوت في المايك على اساس في الموبايل على اساس بس ما يبقاش في صدى صوت. ها في الموبايل؟ في الموبايل بس، في الموبايل على اساس ما يبقاش في صدى صوت بس. طب انا هقفل في الموبايل. هلو؟ هلو؟ كده ظاهر؟ تمام يا باشمهندس. طيب الصور هي اللي احنا بنتكلم عليها؟ الو 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 ايوه يا باشمهندس صوت حضرتك واضح. طب كده ظاهر صور؟
الصورة كده زهرة دي؟ تمام يا باشمهندس زهر، صورة مسجد تقريبا اللي هو البيت اللي هو الهيكل الإنشائي. فيلا. تمام. فيلا تمام. ده أول بيت اللي أنا عامله، والهيكل الإنشائي هو ظاهر فيه من عمتها الهيكل الإنشائي في شهر 7 سنة 95. ده أول بيت عملته هنا، ده زي ما وضعت البيت على الخليج مباشرة يعني في مدينة القطيف، كان هو الدورين وديت قبب المدخل، وده الجراج في الأول هنا، وفي اللي هي دي المكتبة، وده البداجير اللي كنت بتكلم عليه بياخد الهواء من أربع اتجاهات، وفي نفس الوقت أنا عامله بستغله سلم، السلم بتاع البيت الرئيسي. وادي التصميم المعماري، حتى التصميم المعماري بطريقة مختلفة، والإظهار المعماري بشكل مختلف غير البيوت العادية. ودي الواجهات بتاعته المرسومة من زمان. ودي رسمات المعمارية، الواجهات الرئيسية بتاعته. ده أثناء تنفيذ الدور الأول، القبة زي ما احنا شايفين بتطلع من غير شدة خشبية، هو بس الأرشاط والفولت كله عليه شدة خشبية، بس القباب أو القبب نفسها من غير شدة خشبية، تطلع مباشرة بطريق حاجة اسمها المركز الحر. وبعدين ابتدي عندنا هذه برضك صورة من قريب شكل البيت، وعليه القبة بتاعت المجلس، ودي هنا المكتبة، وده المدخل الرئيسي، والبداجير في الخلف خالص. نيجي بقى من جوه بعد التشطيبات، دوت الصورة قدامنا هنا اللي على اليمين، ديت مجلس الرجال وعليه المشربيات، شبيك مشربيات، وده التقاطع الأبوين أو كروز فولت. وكل البيت هنا على فكرة التشطيبات بتاعته حتى مع التشطيبات والمباني كلها مواد طبيعية، يعني ده مش دهانات عادية، يعني دي دهانات من مواد طبيعية مكونة من الجير، وعليها ألوان ونوع معين إنه بيلمع كده، بيطلع شبه الرخام شوية، وهو نوع مغربي يعني بيتجاب المواد بتاعته من المغرب. والسيراميك اللي في الأرضيات برضك طبيعي، مش من المصانع، مش نتيجة مصانع. وادي الجلسة بتاعت المجلس في اليمين والشمال، وعلى الديكورات بتاعتها يعني، لان انا في نفس الوقت انا بعمل لها وانا ببني بعمل الجلسة اللي هي موجودة عندي على اليمين او الشمال. وده اللي بكلم عليه. ادي السيراميك، الصورة اللي تحت دي بتاع الارضية، ده سيراميك طبيعي يعني مصنع بالوحدة، مش مصنع من نتيجة شركات او كده، لا ده مصنع يدوي. ده عندنا الحوش زي ما احنا شايفينه، الحوش برضك نفس الارضيات، كل ده مصنع يدويا. وده السلم اللي بينزل على حمام السباحة اللي هو في البدروم، هذه الحوش اللي احنا بنتكلم عليه، طبعا بيعمل تهوية وداخل البيت ممتازة يعني. في نفس الوقت قاعد انا بستغل الحوش دوت، بيعتبر كجلسة، بحيث لما انا اشوف لو واقع فيه فصل الصيف بيبقى ممتاز جدا، بلا في تطير الهواء نتيجة الفرق يعني بين الهواء السخن والهواء البارد. دوت عندنا الصورة دي داخل حمام السباحة زي ما احنا شايفين، الديكورات بتاعتها بالأرشات بالطوب الزخارف، كل دوت نتيجة برضك شغل الطوب. حتى وحدات الإضاءة مصنوعة في القاهرة طبعا، كلها برضك شغل يدوي، مفيش حاجة مصانع أبدا يعني. فطبعا زي ما احنا شايفين الفراغات نفسها، الجمال الفراغات بتاعتها مميز جدا يعني، مش مجرد ان انا بعمل طوب يبقى المبنى فقير، لا ابدا، بالعكس لازم اخليه بضيف عليه، بيدينا العنصر الجمالي بطريقه متميزه جدا يعني. ودي عندنا دي الجزء بتاع الاطفال اللي هو الصغير اللي هنا ده،
والباقي بينزل على الأعماق الكبيرة اللي هو حمام السباحة. والحمام السباحة متقسم زي ما احنا شايفين كده لكذا جزء، يعني أجزاء 1 2 3، في جزء منه مفتوح للسماء وفي جزء مثقف للأدوار الفوقية. ديت اللي هو تقاطع القابوين اللي هو موجود عندي في قاعة الطعام أو غرفة الأكل يعني، وفي برضه تقاطع القابوين الناحية التانية. زي ما احنا شايفين برضك وحدات الإضاءة بتدي ظلال، بتعكس ظلال كل وحدات الإضاءة دي مصنعة في القاهرة، والأخشاب أغلبه مصنع في القاهرة، يعني جزء من المشروبات كان مصنع في القاهرة. دوت البيت بعد ما انتهى حاليا، ده المدخل بتاع المجلس، وفي عندنا هنا الجزء فيه 3 سلالم بيطلعون على المكتبة، ودي الواجهة الخارجية للبيت يعني. دي الواجهة الجنوبية وعليه زخارف الأوضة هنا. ده نفس الصورة على المجلس بقول عليها، ببني القرش وفي نفس الوقت ممكن أبني جلسة من تحت هنا يقدر استغلها كجلسة من غير ما أجيب قطع أثاث يعني. وطبعا الإزاز ملون والحاجات دي كلها، كل ده يدوي. ده غرف النوم للولاد وكده، طبعا عليها الديكورات بتاعتها، كل غرفة زي ما أنا قلت كل غرفة مخصصة يعني بديكورات مختلفة عن التانية يعني. ده غرف النوم بالدور الأول، وده برضك الأضواء من الحوش، وهم في جلسات في إضاءات وفي النباتات أو زرع يعني، أشكال متميزة جدا، لأن بالنسبة للأرشات بيدي إيحاء وفراغات معمارية رائعة يعني، وفي نفس الوقت بيدي غنى قوي للبيت يعني. زي ما قلت مش مجرد إن أنا ببني بالطوب أو أبني حاجات تطلع البيت فقير يعني من الناحية المعمارية، وما أقدرش أعمل فيه أشكال أو حتى ليفل أو أطلع فيه مستويات وأنزل مستويات أو أدوار، لا بعمل فيه كل حاجة يعني. الحمد لله يعني، الحمد لله ربنا أكرمني وأنا أقدر أعمل فيه كل حاجة يعني. زي ما احنا شايفين على الشمال ديت القبة المدخل، واللي على اليمين ده الممر بتاع غرف النوم اللي في الدور الاول. في بقى نخش على البيت الثاني اللي هو مساحه الارض على 1000 متر مربع. ده التصميم بتاعه اللي انا بقول بعمل للبيت على كذا ليفل، مش ليفل واحد، لا بعمل ليفل هنا وفي جزء بيطل على اللي تحت، واللي تحت يطل على برك حمام السباحة يعني. بعمل فيه الفراغات اللي أنا عايزها واللي أنا محتاجها يعني. ده مساحة الأرض 1000 متر، ومساحة الدور الأرضي حوالي 600 متر. في عندنا هنا برضك في الرسومات، هذه الرسومات المعمارية، المساق الأفقية والسكاشن والوجهات الرئيسية. زي ما احنا شايفين الليفل فيه بيتحرك على كذا ليفل داخل البيت يعني، ودي ميزة كبيرة جدا يعني. ده منظور داخل او قطاع منظور ايزومتري لداخل البيت بيوضح الليفل اللي انا بشتغل عليهم يعني. وفي كذا فناء كمان، مش مجرد فناء واحد زي البيت الاول، لا ده في كذا فناء. في فناء اول واحد ده خاص بالمجالس الرجال وقاعة الطعام وكده، وفي مجلس خلفي خاص بغرف النوم وصالة المعيشة. ده البيت كان مبني على حوالي على دور ونص، واحنا شايفين اللي هو المرتفع دوت في الرسومات ده هو البداجير، نفس الحكاية. في كذا بداجير عندي برضو بقدر عشان اعمل طيار الهواء اللي انا كنت بحكي عليه. ده البيت بعد ما خلص الهيكل الإنشائي، بس يمكن الصورة مش واضحة شوية. هنا برضه ده البيت اللي على الشمال، دي غرفة الطعام بعمل فيها نوافذ على كذا ليفل. وبعدين في هنا على اليمين ده مدخل اللي هو الرجال يعني، على نص قبة، بحيث ان احنا بيبقى شكلها مميز جدا
وهنشوفها حاليا احنا دلوقتي مع التفصيلات. هذا شكل البيت بعد ما انتهى التشطيبات، و زي ما احنا شايفين هنا الليفل كتير، يعني الليفل طالع وليفل نازل، في ارتفاع مثلا دور، في ارتفاع دور ونص. نيجي عندنا هنا ديت القبه بتاعت صاله المعيشه، قطرها حوالي 8 متر، كل ده طبعا وتنفذت بدون شدات خشبيه بطريقه المركز الحر في المنتصف يعني. وده الحوش الاولاني اللي انا قلت عليه اللي هو خاص بمجلس الرجال، وعليه بنفس برضك مكونات ومشربيات، كل خواص العماره الشرعيه او القيم الجميله بتاعت العماره الشرعيه كلها موجوده متوفره هنا. دي القبه بتاعت المدخل، مدخل الرجال، وعليه الزخرفه بتاعتها، كل الزخرفه دي بتتبنى اثناء التنفيذ، يعني ما بعملش حاجه اضافيه خالص، البنا هو يشتغل بيعمل الزخارف دي كلها. وده حمام السباحه موجود في البدروم نفس الطريقه برضو، على كذا قطعه، متقسم على كذا قطعه اهو زي ما هو واضح في الصوره هنا. ده حمام السباحه بيتنقل بين الغرف، في جزء برضه للاطفال في الاول خالص، بيدي شكل مميز جدا. تاني حاجه بيبقى تهويه عشان بخار الميه ما تكثفش على الجدران يعني. ده اللي على اليمين هنا ده المجلس، المجلس حوالي 5 في 8 والقبه قطرها حوالي 5 متر. وده برضك زي ما احنا شايفين حمام السباحه على كذا قطعه وكده، متقسم على كذا قطعه، بحيث برضك اللي قاعد في صاله المعيشه يقدر يبص عليه من هنا يعني، يبقى شايفه لكن ما يوصلش ليه. ده البيت برضك عليه الزخارف بتاعته بتاعت الطوب. نيجي على البيت الثالث، ده في البرق في القطيف. ده التصميم بتاعته نفس الحكايه، في بيت ده هنا في بدروم مع حمام سباحه وفنيق برضه زي ما باين في الرسومات اهو. ده البيت بعد ما انتهى الهيكل الانشائي. هذه البيت هو بعد ما انتهى الهيكل الانشائي، وهذه صالة المعيشة من جوه. قطر القبة حوالي 5 متر، على ارتفاع يمكن حوالي 7-8 متر يعني، أو قطر بتاعها 6 متر على ارتفاع 7 متر. ودي هنا بعض الصور لداخل الغرف بالزخارف بتاعتها، زي ما أنا قلت أثناء التنفيذ بخلي البن انا بيعمل زخارف وهو بيبني نفسها يعني، المبنى نفسه بيتبني بالزخارف بتاعته، مش محتاج اعمل ديكور تاني خالص. فبالتالي بيكون مميز جدا يعني، ويوفر معاه في التكاليف يعني. ده البيت بعد ما انتهى التشطيبات، الواجهه الخارجيه او الواجهه الجنوبيه زي ما احنا شايفينها كده. ده من الداخل صالة المعيشة اللي كنت بتكلم عليها من الداخل، اللي قطرها 6 متر ومفتوحة على الدورين، على الدور الأرضي والدور الأول. ودي اللي هي برضك صورة أو لقطة للقبة بتاعة صالة المعيشة. وده البيت من الخارج بعد التشطيبات. ده البيت اللي هو في الزهران، ده بعد انتهاء الهيكل الانشائي سنه 96 او 97. ده حاليا بعد ما اتشطب، حاليا وضع البيت ده، البيت ده المتميز فيه ان احنا ما استعملناش اي نوع من المحارة الخارجية، بنينا الطوب وهو عمل دهانات بسيطة جدا جدا على الطوب نفسها عشان يبقى يعني عازل للمية وكده. فبالتالي هو وفر كتير جدا موضوع المحارة وكده.
وعامل طبعا دي الحديقة الأمامية بيقدر يعمل منها أو تعتبر كجلسة وفيها نافورة والأرضية حتى بالطوب، فتبقى التكاليف بتاعته بسيطة جدا. وأدي نيجي أول حاجة اللقطة بتاعتنا على اللي هو الحوش الداخلي، زي ما احنا شايفين كده واضح جدا بيتصور كجلسة وفي نفس الوقت تهوية للبيت كله. وفي نفس زي ما احنا شايفين الزخارف، زي ما قلت وحدات الإضاءة كلها مصنعة يدويا طبعا، والبيت كله مصنع يدويا. وديت عندنا اللي على اليمين ده لقطة للحوش من فوق، واللي على الشمال دي لقطة لو أنا داخل الحوش من المدخل الرئيسي. زي ما احنا شايفين الأوضة وكده عليها الإضاءات والزخارف بتاعتها. دي صالة المعيشة، حوالي قطر القبة ده 7×7، زي ما انا قلت كده الزخارف اللي موجودة على اللي هي المقرنصات يعني الموجودة على اليمين وعلى الشمال دي بتتعمل أثناء البناء، مش محتاج إن أنا أعمل لها شدات ولا أي حاجة، لا لا، ده أثناء البناء بقول للبنا جيب الزاوية ده كذا، جيب الطوبة زاويتها كده وبيشتغل بيها يعني، في نفس الوقت بدون شد خشبية وكل حاجة، بس محتاجة طبعا دقة في التنفيذ ويكون البنا محترف يعني. زي ما احنا شايفين هو كنا احنا لما بنعمل البيت زي ما قلت من غير محاره، فبالتالي استعملنا الاسمنت الابيض مش الاسمنت الاسود العادي عشان يبان على زي ما احنا باين كده في القبه فوق بشكل متميز يعني. ديت القبه قطرها 7 متر وارتفاعها يمكن حوالي 11 متر او 10 متر. ده برضك الصوره ديت من بتبان فيه صاله معيشه بالدور الاول. هذه صالة معيشة، وادي المدخل بتاعها اللي هو من تحت من أسفل، وفي صالة معيشة فوق. ده مجلس الرجال زي ما هو واضح برضك الصورة في الزخارف بتاعتها دي برضك الصورة واضحة الزخارف بتاعتها اللي بتتعمل في الجدار وعلى حتى الشبابيك، بتتعمل فيها زي الزخارف كده بحيث تبقى فيها أجزاء بسيطة يعني باينة منها، يقدر يعمل فيها الديكورات بتاعتها دي اللي احنا في الخليج بيسموا اللي زي الشبابيك دي بيسموها الروازن، احنا يعني هنا في مصر بنسميها زي أعمال ديكورات. كل ده أنا ببقى عامل حسابه أثناء التنفيذ، عشان كده كنت بقول الصعوبة فيها بيترسم تفصيلية للحيطة دي، كل حيطة ليها تفصيلية شكل يعني، دي ليها مقاسات وليها تفصيلية، واللي على اليمين وعلى الشمال برضك مختلفة تماما على الحيطة اللي أمامنا دي، فكل حاجة بتكون متميزة ليها يعني. طبعا دي بتحتاج مجهود كبير جدا أثناء التنفيذ وأثناء التصميم يعني، الوضع متعب جدا يعني، لازم أكون مع البنا خطوة بخطوة، ما اقدرش اسيبه كده يعني. نيجي على البيت اللي هو الرابع، ده برضك في مدينة اسمها سيهات، ده عبارة عن برضك دورين وفي قبو او بدروم زي ما واضح في الرسومات المعمارية، وعلى ليفل وعلى واضح فيه يعني شكل السقف زي ما احنا شايفين كلها عبارة عن انحناء سواء قباب او تقاطع ابوين او فولت عادي بالسلم، حتى السلم من غير خرسانة بيطلع بالطوب بطريقة معينة يعني. ده منظور للبيت اللي هو البيت الرابع، في الجراج في الاول خالص اللي على اليمين ده، ده هو قطاع ايزومتري بيباني الليفل اللي هو اللي فيه زي ما احنا شايفين واضح ازاي الليفل فيه واضح هنا، دورين وثلاثة بالطوب الأحمر مفيش عليه أدنى مشكلة يعني.
ده الشكل الخارجي بعد انتهاء الهيكل الانشائي يعني. زي ما انا قلت هو كله بيبقى فرصه كبيره الواحد بيقدر يعمل زخارف. الزخارف دي بالطوب وبتبقى ظاهره الواحد اثناء التنفيذ. طب لازم الواحد يعمل لها تفاصيل، كل جزء ده لازم يتعمل له تفاصيل جزء جزء عشان نقدر نحن ننفذ منه ونقول للبنا اشتغل على المقاسات دي كلها. فالشغل بيبقى مرهق شويه او مرهق كتير يعني. وده طريقه العالمين، طريقه بنى القبه من غير خشب ولا حاجه، شد خشبيه يعني، عباره عن مركز حر في وسط ديت القبه. على فكره القبه اللي بتحمل دور اللي ممكن يشيل عليها دور تاني وتالت، هي بتبقى القبه منخفضه، يبقى ارتفاعها حوالي 40 سنتي بس، بس بتتعمل بطريقه معينه يعني ليها تفاصيل انشائيه تانية. طبعا الانشائي كله انا اللي عامله يعني، لان للاسف المهندسين الانشائيين ما عندهمش فكره عن الموضوع ده بيتعمل ازاي، او التحميل بتاعه بيتم ازاي، او بتشتغل ازاي مع بعض يعني، لان دي كلها حاجات للاسف يعني ما درسهاش في الكليه يعني. فبالتالي محتاج شويه مجهود شويه عشان الواحد يقدر يوصل له. لحد انا لقيت ان اسهل حاجه ان انا اعملها بنفسي يعني، احسب سمك الجدران والاسقف والحاجات دي كلها. ده البيت بعد ما اتشطب اهو، هذه البوابه الرئيسيه بتاعته، وده الطوب ساده. فيه هنا الطوب الساده دوت بيجي كده الطوب ساده من غير مش مخصوص ان هو يقبل عليه محاره يعني، فبيطلع شكله حلو جدا، بيتعمل كانه زخارف طبيعيه. غير الطوب اللي بيتبنى بيه بيبقى سطح الطوب معمول بطريقه معينه بحيث انه يقبل المحاره يعني. دوت لا، السطح بتاعه ناعم جدا واملس بحيث ان هو يكون يظهر، مش محتاج ان انا اعمل عليه اي نوع من التشطيبات، لا محاره ولا اي حاجه. ده البيت هو بعد ما تشطب. طبعا التشطيبات بترجع لجزء كبير جدا لصاحب البيت يعني، ما تبقاش اختيار مني انا يعني، هي بترجع لصاحب البيت. بعد كده في بيت اللي هو الخامس بالقطيف برضو، نفس دورين على ليفل دورين. دي التصميمات بتاعته، وده ايزومتري لي، وادي المساقة الافقية بتاعته، وجهاته، وادي البيت بعد ما خلص. وحاليا الحمد لله ان هو صاحب البيت ساكن فيه يعني من اكتر من 20 سنة يعني، الحمد لله كلهم عملوا اللي انا عملت لهم يعني، كانوا مبسوطين جدا بالبيت نفسه. ده البيت السادس برضك في المنطقة الشرقية، ده التصميم بتاعه، التصميمات المعمارية بتاعته. في برضك حمام سباحة، وفي عبارة عن يعني هو مش حوش يعني، دوت من غير حوش، في حوش خارجي بس بسيط اللي هو فوق حمام السباحة، بس هو على دورين. وبعدين غرفة النوم الرئيسية بتطل على حمام السباحة من فوق يعني، حمام السباحة داخل من تحت غرفة في الدور الأرضي. وادي القطاع ايزومتري برضو للبيت، وشايفين تتابع القباب والليفل بتاعها يعني. ده البيت بعد ما خلص، الهيكل الانشائي. ده في بيت كنت انا عامله هنا قلت عليه عند فايت بالاسماعيليه هنا على قناه السويس. دوت يعني المنظور او الكروكي، المنظور بتاعه سكتش كده بسيط على التدرج بتاعه والكتل، عباره عن دورين دوت، وفي حوش في المنتصف يعني. وده الشكل بتاعه،
وده الهيكل الإنشائي بعد ما خلص، ودي الواجهة بتاعته، وهذا الشكل الإنشائي بعد ما خلص. وفي برضه نفس الحكاية الطوب ده، طوب هنا من مصر، كنت بجيبه من القاهرة، مصنع اسمه مصر بريك بيبيع الطوب اللي هو بيتحمل دوت، اللي هو خاص بالجدران، بالجدران الحاملة يعني، مش طوب عادي يعني. زي ما قلت ادي طريق بنق القبة، في مركز في المنتصف انه المركز الحر، وابني بيه القبة يعني بدون شدة خشبية. دي احدى برضك بعد ما خلص البيت، وانا بعمل في القبة عبارة عن اللي احنا شايفين دي، اللي هي المواسير دي، دي بتتحط اثناء البناء، بعد كده بحط عليها ازاز ملون، بتدي الانعكاس لداخل البيت شكلها رائع جدا يعني. وبعدين عملت برضه في القرية الصحية مجموعة من الشاليهات، كل شاليه حوالي 60 متر على دور ونص. ده موجود في الإسماعيلية، هذه رسومات المعمارية بتاعتها على دور ونص، اسمها قرية القوصر، وهذا الشكل بتاعها أثناء التنفيذ. ده كان سنة 2001. بعدين عملت زي اقتراح يعني من مدينة الخبر في المنطقة الشرقية، ادي الاقتراح ده، مجرد كان اقتراح في بيت برضو على مساحة الارض حوالي 400 وشوية، وعلى دورين، وفي حمام سباحة داخلي، وادي شكل ليه كده زي يعني ايزومتري برضو، وبيبين الليفل فيه والمجالس وصالة المعيشة لحمام السباحة في الخلف. وادي ايزومتري فيه ليه بشكل مبسط يعني، يوضح الشكل بتاعه عامل ازاي، ودي البساقة الافقية بتاعته، وادي الواجهات بتاعته، رسمات معمارية. ده كان فيه زي نادي او مركز بيع يعني، بيسموه هناك مركز بيع، وكان بالشكل دوت زي ما هو واضح هنا كده، كل ده طبعا بيتعمل بالطوب وكده. دي اخر بيت او اخر فيلا او اخر قصر اشتغلت فيه انا، لو انتهى 2017 برضك. فيه فناء كبير، الأرض على 1300 متر، الدور الأرضي حوالي 600 وشوية، 650 تقريبا، وفي حمام سباحة. في جراشات هنا، وفي غرفة سائق وكده، في الواجهات الرئيسية بتاعته، وده الشكل الغريب بعد انتهاء الهيكل الإنشائي. ده أبواب الجراشات، وفي باب الصغير على الشمال دوت، ده غرفة السائق يعني، وراء قبة المجلس الرجال. ده آخر شغل عملته سنة 2017، ده الشكل الخارجي بتاع البيت أثناء التنفيذ. أهو واضح فيه كل هو شغل الطوب الزخارف بتتعمل أثناء التنفيذ. دوت قبة المجلس حوالي قطرها 5 متر، وارتفاع الأرض حوالي 8 متر. زي ما أنا بقول بتشتغل واحد بيشتغل لوحدها، وكان بيسألونا على التكييف، هي مواسير التكييف هنا بتتحط هنا اللي على الصورة على الشمال دي، وكاسبليتش يونت يعني، ويطلع منه المواسير دي وتحط فيه الوصلات، والكمبريسر بيبقى موجود فوق على السطح مخفي، ما حدش يشوفه خالص يعني، اذا احتاجه يحط تكييف هيحط تكييف، ما احتاجش خلاص. دي هنا القبة اللي هي بتاعت حمام السباحه، مساحه حمام السباحه حوالي 7 في 9، والقبة دي قطرها 7 في 7، قطرها 7 متر بس،
من غير شد خشبية ولا حاجة، ومتحملة كلها على الحيطان وعلى الأرشات الجانبية زي ما احنا شايفينها كده، وتعامله طبعا من غير شد خشبية ولا حاجة. وده المدخل الرئيسي للذخيرة بتاعته، ودوت السلم احنا كنا بنتكلم عليه اللي هو البداجير. البداجير ده بتقسم لأربع غرف هواء، بحيث إن احنا بيدخل من كل غرفة من دولت بيدخل الهواء وينزل عليه ويسحب الهواء اللي موجود في الحوش اللي هو الهواء البارد. الهواء البارد يطلع والسخن يخش مكانه، فبالتالي بيساعد على يعمل تيار هواء، أهم حاجة تيار الهواء في المناطق الرطوبة العالية فيها زي الخليج كله يعني. عشان كده كانوا في معظم البيوت اللي هي في الخليج وكده، لكن بيحط التكييف وفي نفس الوقت يحط جنبيه مروحة عشان يحرك الهواء، لأن الهواء بيكون تقيل جدا جدا عشان مشاكل بخار المية. في نفس الوقت الذخيرة بتاعته زي ما هي واضحة في الصورة دي، هذه هي الذخيرة في السلم عادي. دي نيجي على الحاجات المشهورة في المجلات دي، سنة 95 في مجلة البناء. بيتكلم فيه عن البيت وعن تصميمه، أسلوب تصميمه وأسلوب تنفيذه يعني. زي ما قلت هو كان حاجة غريبة وسط الخرسانات والخرسانات والإزاز والألمنيوم والحاجات دي كلها، كان بيت شكله غريب يعني، أو مجموعة البيوت اللي أنا عملتها كان شكلها غريب ومميز جدا يعني. من البناء السعودي سنة 96. كان مقال اللي هو كان صادر من عندهم عن البيت وعن البيوت اللي أنا عملتها يعني. دي جريدة الجزيرة بيتكلم برضه عن البيت. بيتكلم عن البيت وعن اللي هو خصائص البيت العربي، ودي اللي هي من مجلة المهندس اللي هي زي نقابة المهندسين عندنا كده، كانت برضك نزلت مقال. وكان فيه في الأهرام كانت نزلنا جزء من المقال. بيتكلم برضك عن البيت، عن استخدام المواد الطبيعية واستخدام الطوب بدون استعمال الخرسانة. دي طبعا من وسط المقالات بتاعت الأستاذ إبراهيم حجازي الصفحة بتاعته. اللي أنا الحمد لله حصلت عليها اللي هي جائزة شهادة التقدير والدرع من منظمة العواصم والمدن العربية والإسلامية 2001، سنة 2001. وجاء من الإدارة البيئية، جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية سنة 2010 من جامعة الدول العربية. وخدتها من المؤتمرات، بس للأسف ما كنتش موجود، وابني هو اللي استلمها عني بالنيابة عني يعني.
ديت الجايزة. في الترشيح لجائزة الأخفان سنة دورة 98 2001 والدورة الثانية 2001 لحد 2004 مرتين وثلاثة يعني ترشيح لأخفان. دي لقطات من بعض الصور للبيوت اللي أنا عملهم. ده البيت البيت الأول وهذه قبة المدخل وعليها الزخار بتاعتها التشطيبات. ده السيراميك اللي احنا قلنا عليه مصنع يدويا. كل ده سيراميك بالألوان مختلفة مصنع يدويا. دي كل سقف غرفة مختلفة عن الغرفة قبلها أو اللي بعدها لو التقاطع الأبوين. طبعا التقاطع الأبوين من أجل المعمارية يعني بيتحمل دور واثنين وثلاثة مفيش مشكلة عليه خالص. واضح الصورة اللي على الشمال دي المشربيات الشغل بتاع المشربيات الشغل العربي بتاعنا. والتفاصيل اللي أنا بقول عليها اللي هي على الجدران اللي هم بيسموها الروازن أو يعني بتعمل فيها بتحط فيها الديكورات او الزخارف او بتعمل فيها حاجات معينه جدا ممتازه قوي يعني الديكورات. ادي المطبخ مثلا المطبخ بالزخارف بتاعته مختلفه خالص. كل غرفه ليها ديكورات مختلفه عن الثانيه. مفيش غرفه شبه الثانيه ابدا ابدا يعني كلها ليها اشكال مختلفه. ده سقف المطبخ بالزخارف بتاعته. دي اللي هي الدهانات المربين اللي قلت عليها. من الإضاءات لازم تدرس ويتحط فين. مش أي حاجة مجرد أنا بحط إضاءة وخلاص. لا لازم كل حاجة تدرس. الدرس بحس بأنعكازها على المدان هيضيف جمال ولا لا. مش مجرد أن أنا أحط لمبة ولا نجفة ولا أي حاجة. لا لا الموضوع مش كده خالص. الموضوع أن احنا لازم ندرس كل حاجة. عشان كده بيبقى متعب جدا الشغل ده. زي ما احنا شايفين هاي الاضاءات ازاي وبيدي انعكاس فين واضحة عليه يعني. فمحتاج مجهود شوية يعني في التصميم وفي التنفيذ. زي ما احنا شايفين هذه الرجال او الصالون يعني واضح ان في الصوره بتاعتها من اخر المرات والليفل في الليفل بعمل ليفل كتير في البيت كاول بيت يعني. فكنت حابب ان انا يعني يبقى فيه ليفل وفيه كل المميزات يعني كل الافكار المعماريه الجميله الواحد تعلمها من خلال شافه في البيوت هنا القديمه يعني. ده البيت الثاني نقطة خارجية بتوضح طبعا المدخل والملائف اللي هو البداجير. ده المدخل اللي احنا قلنا عليه نص قبة بعد الترتيب. ده مجلس رجال قلنا عليه 5×8. ودي هنا بقى التفاصيل داخل البيوت. ودي هنا بقى ده مدخل الخلفي او الجانبي للمطبخ. وانا يعني كنت اخذ اخيرا بعد انتهاء التشطيبات يعني سنة 2005. ودي حمام السباحة والمكتبة اللي على اليمين دي بتطل على الفناء المفتوح. وشكرا. إن شاء الله يكون يعني حاجة استفدت منها يعني. إن شاء الله يا رب. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لهذه المحاضرة الجميلة التي كانت خفيفة على القلب واقعا. لدي سؤالان، طبعا أنا لم أرى خرائط ولم أرى تسم، إنما رأيت لوحات فنية جميلة كجمال روحك. السؤال، لكل شيء إيجابيات وهناك أيضا سلبيات، ما هي إيجابيات هكذا نوع من التصاميم الهندسية، وما هي سلبيات إن كانت هناك سلبيات؟ الثاني، وهل تنفع هذه التصاميم في مختلف أنواع البيئة، يعني المكانات الجغرافية، أم هناك أماكن مختصة لهكذا نوع من التصاميم؟ وكل قطعة الشكر وامتنان من حضرتك. الله يبارك فيك. بخصوص التصاميم، طبعا بتصلح أكتر للمناطق الحرة، يعني زي ما موجود بنعمل عندنا في مصر، زي ما احنا موجود عندنا في السعودية أو في الخليج. كان المهندس حسن فتحي كان بنى هناك مسجد بالطين بنفس طريقة البناء ونفس برضك في المناطق الحرة، سواء الحرة الجافة أو الحرة الرطب، يعني الحرة الجافة زي الرياض كده أو الحرة الرطبة زي الخليج. تاني حاجة بالنسبة للعيوب، العيوب بتاعتها إن هو محتاج مهندس أو مهندسين يكون عندهم خلفية لنوعية التصاميم ديت، مش مجرد أي واحد عايز بيت يتميز بالجمال وما يبقاش بيت عادي وبيت فقير، لا بالعكس يقدر يعمل فيه كل حاجة بحيث يضيف عليه جماليات، حتى لو كان صغير مساحته صغيرة يقدر يضيف عليه جماليات كبيرة. ألو، معك شكرا جزيلا حقيقة، أشكر يعني حسن إصغائك وتجاوبك على السؤال، الله يسلمك. باشمهندسة ديما، باشمهندسة ديما تفضلي. الو باشمهندس ديما، حضرتك كان عندك سؤال كنت حابه تعملي مداخله، لو حضرتك جاهزه اتفضلي مفيش مشكله، افتحي المايك. اذا امكن اذا ديما مش جاهزه، اذا ما امكن الاجابه على الشات، اسئله الشات. اوكي مش مشكله، ما فيش مشاكل خالص. الباشمهندسة كانت بتسأل هل مدة البنيان أطول من البنيان العادي بالخرسانة؟ لا طبعا بالعكس، يعني احنا عندنا مثلا، لو أنا بفترض عندنا مثلا غرفة 5x5 مثلا، الخرسانة مثلا تحتاج شدة خشبية وحديد وصب وكلام ده كله، ممكن تقعد لها مثلا يعني يقول حوالي 3 أسابيع أو حاجة كده يعني، أو شهر يعني. لكن بالنسبة للمباني هو بيعمل القبة في خلال 5 أيام بكثير بيكون مخلص. الفكرة فين؟ إن إحنا بيبقى فيه تفاصيل كتير جدا على الجدران وعلى المقرنصات وعلى الزخارف، هي دي اللي بتاخد وقت أثناء التنفيذ، يعني مش مجرد مثلا في يوم او يومين.
ثاني حاجة بيبقى فيه عدد العمال بيقدر البيت يخلص بسرعة يعني. يعطيك العافية. الله يبارك فيك. مرحبا، أنا المهندسة ديما ركابي، سامعني؟ أيوه سامعك. تفضل. ممكن يعني كم سؤال؟ هلا أنا من الشام وأنا أصلا ساكنة ببيت عربي. تمام. بدي أسألك سؤال عن حمامات السباحة، كيف وفرت العزل اللازم إلها؟ هل الطوب هو مادة عازلة ولا حطيت عزل المية يعني ولا عزل؟ إنه هي إذا حمام سباحة معناتها ممكن ينشر المي أو تعمل أضرار على البنية الإنشائية، ولا كيف يعني كيف فورا عم تحط المي بحمام سباحة مصنوع من الطوب؟ انا بعزل يعني، انا بعد ما بعمل الهيكل الانشائي لحمام السباحه بعزل عليه، بعزل عزل الرطوبه بالممبرين سمك 4 مللي ولا حاجه، فبالتالي استحاله تعدي. ثاني حاجه بعمل عليه السيراميك، السيراميك طبعا غير نفاذ للميه. ايه تمام، يعني مثل الحديد. وبيسألك هلا شو انواع الاكساء اللي ممكن نحطها فوق القرميد غير دهانات الجدران المغربية؟ في انواع اكساء تانية فينا نحطها؟ كل الانواع الموجوده في السوق، اي سوق يعني. وسؤال ثالث، شو يعني المحارة؟ اللي هي الياسه. يعني قصدك الكلسة البيضاء؟ ايوه اللي هي الياسه، لان بعد ما اشتغل اي مباني بعمل الياسه على الجدران. وبيسألك هلا تقريبا سماكة الجدران إذا عندنا مجال 6 متر يعني 600 سنتي، قد إيه تقريبا عم يكون سماكة الجدران؟ طبعا على حسب قوة الطوب وتحمل الطوب، بس غالبا بتبقى في حدود 40 سنتي يعني طوبة ونص. تمام. وبيسأل سؤال، هلا نحن بالجامعة أخذنا المباني التقليدية وعملنا عدة مشاريع، بس كان حصريا يقولوا لنا لازم نعمل السقف إما قبوة أو قبة أو قبوة متصاربة، ما إنه الطوب والطين والحجر على أساس إنه ما فيهم ينعمل فيهم بلاطة أفقية. ببعض النماذج شفت إنك حضرتك عامل بلاطة أفقية، يعني ما لا روحت. انا مش عامل اي بلاطه افقيه ابدا ابدا، كلها عباره عن قبه او قابو او يعني فولت او كروز فولت زي ما انا وريتك في الصور كده. شفت بالصور في خصوصا في المبنى اللي في له تحت ابو كان سقفه مستقيم مو سقفه منحني. لا متهيألك كلها كده زي ما بقول لك كده يعني، يا اما قابل يا الحقيقة اما مسلم، يا اما قابل هو المستمر، انا هجيبها لك حتى في الصور، او كروز فولت. تمام. وبدي اسالك هلا هي بتحتاج لصيانه دوريه من مثل مباني الطين العاديه، مثل هلا بيتنا عربي بيت لبن، فنحن بنحتاج يعني دوريا نعمل له صيانه للسقف، صيانه للجدران احيانا من عوامل السقف، هي بتحتاج لا لصيانه لا مباني؟ لا لا خالص، لا نهائي نهائي، لان احنا او انا بحتاج صيانه اذا كان في حديد، لكن انا ما عنديش حديد خالص. ما عندي حديد خالص. تمام. في ترشيح ميه او حاجه، ده موضوع تاني يعني. في نفس الوقت حتى لو الميه مش هيأثر على المبنى نهائي يعني. زي ما انا قلت لك كده، في حاجه عندنا احنا في مصر اللي هو نهر النيل بيعدي من حاجه اسمها القناطر. القناطر دي هي عباره عن مبنيه في وسط النيل، وبقى لها اكثر من 400 سنه يعني، ايه ما شاء الله. فما فيش عليها مشكله خالص يعني. فزي ما بقول لك اللي احنا عندنا اللي هي ان انا اعمل يعني، ما عنديش ولا سقف افقي نهائي يعني، كلها يا قبب يا قبوات يا اما كروت. حتى عايزين اجيب لك في الرسمه،
يمكن بالنموذج الثاني او يعني الثالث، يمكن كان في هيك بالرسمه بيجوز انا فكرتها. وتقريبا لا التكلفه هي بتقدم اكثر، مباني الاسمنت البيتون المسلح ولا مباني الطوب؟ لا لا خلاص ما فيش ما يعني انا بعمل مثلا عشان اطلع للدور الثاني اعمل ايه؟ ببني الدور الارضي عباره عن قبه او فولت او كروس فولت زي ما احنا قلنا كده. بعد كده بعمل تسويه الليفل، تسويه الليفل دي بكسر الطوب الصغير، وبعد كده اصب خرسانه عاديه كأرضية خفيفة 5 سنتي عشان أقدر أركب عليها البلاط اللي فوق. ايه تمام. شاف الرسمة اللي أنا حاطها ولا مش شايفها؟ بلى. هون هلا هي هون هي مو سقف افقية اللي بين اللي تحت في حمام سباحة صغير وفوق منه سقف مستقيم ولا سقف منحني؟ هذا مو افقي؟ ده منحني اللي تحت ده القبه المنحني اللي فوق، لا مش منحني، فلات عادي جدا يعني، اي تمام ارضيه عاديه خلاص زي ما بشتغل في اي بيت تمام بس كده. هي اسئله ثانيه؟ لا تمام، سلام ايديك. الله يبارك فيك، شكرا شكرا. في أسئلة من الشات برضه يا باشمهندس، هل يتناسب النظام ده مع واجهات الزجاج الكبيرة اللي هي النوافذ يعني؟ لا طبعا لا تناسب خالص، لان هو احنا التصميم اساسا ان هو المناطق الحاره لازم تكون النوافذ صغيره جدا وضيقه قوي، لكن عشان ما تدخلش الحراره ولا تدخل الشمس ولا الكلام ده كله، ويكون سمك الجدار يكون سميك عشان يكون عازل للحراره يعني. فانا ما اجيش اعمل مثلا الجدار سميك وفي الاخر احط على الازاز او اعمل نوافذ كبيره اصلا، يبقى انا عكست، ما استفدتش من وجود الطوب يعني. طيب هل يقتصر اللون على اللون الأحمر أم يمكن استخدام ألوان أخرى؟ لا ده الهيكل الإنشائي، وبعد كده تعمل البيت زي ما انت عايز، في لون عايز تعمله ابيض تعمله اصفر اي لون زي ما انت عايز، لكن ده الطوب الاحمر اللي هو الطيني الطين المحروق اللي هو ده الطين المحروق. طيب ما هي أوجه الاختلاف عن طريقة المعماري حسن فتحي يعني؟ أوجه الاختلاف إن أنا أول حاجة بستعمل مادة تقدر تعيش مئات السنين، والنقطة الثانية إن أنا بعمل دورين وثلاثة بدون إن أنا أستعمل أي نوع مادة ثانية غير الطوب الأحمر الفخار. يعني المهندس حسن فتحي وحتى واحد الوكيل لما كان بيعمل الدور الثاني في المساجد كان بيخلي السقف خرسانه، انا لا، انا بالنسبه لي بعمله طوب. هل يسمح بعمل سرداب مع دورين بالأعلى؟ ايوه انا عامل كده، انا منفذ بيت كده. هل تصميم البيت الداخلي يجب أن يكون بأقواس؟ لازم يكون اقواس. هل يمكن إدخال العنصر الحديث في التصميم الداخلي للمنزل؟ ايه يعني؟ لو يمكن حضرتك عايز تفسير اكتر عن السؤال يعني؟
بمعنى يعني ايه العناصر الحديث اللي انا عايز اضيفه على البيت؟ يا ريت يعني تفصيل لو تكتب تفسير اكتر على السؤال معلش. يعني انا البيت انا عندي فيه يعني حديث طبعا سنة 2017، وفي مية وفي كهرباء وفي تكييف وفي داتا سيستم كاميرات، يعني ايه التاني الحديث يعني؟ نسبة التسميات الحديثة واجهة كبيرة زي زجاجية لدخول الشمس، بس أعتقد هو ضعيف برضه، هو دي في المناطق الحارة زي ما حضرتك قلت، فمش هينفع نعمل واجهات كبيرة زجاجية يعني. لا ما ينفعش، هي من مواصفات المناطق في او البيوت في المساكن الحارة لازم يكون في تكون شبابيك صغيرة وعليها المشربيات، عليها المشربيات دي عشان تمنع دخول الحرارة وفي نفس إضاءة الشمس الرهيبة اللي بره. طيب في سؤال تاني حضرتك يا باشمهندس، في بالنسبة للنوافذ والفتحات الموجودة في القبة وكذلك أعلى السقف، هل هي مفتوحة دائما؟ لا مقفولة، بس هي مجرد على زجاج ملون. الزجاج الملون دوت بيعكس الإنارة داخل البيت. طيب هل تعمل على الملقف في العمارة كما هو الحال في المباني الموجودة في المناخ الحار؟ بمعنى ايه؟ لو في يا ريت تفسير أكتر عن السؤال بعد إذنكم. ممكن بس تعليق على الأسئلة؟ تمام اتفضلي يا باشمهندس. تفضلي. مهندس، أنا قصدي التصميم الحديث اللي قصدي إن إحنا من نعمل للحوش، الفكرة إن إحنا عاوزين الممرات والتطلع على الحوش لكن زجاجية، يعني في أوقات إحنا نحتاج نكون نفتح هذا، يعني مثلا الإن الأوت على الإن، يعني يسمونه الداخل على الخارج، يعني نفتح ايوه الزجاج فيصير كأن إحنا في الهواء الطلق، الهواء الطبيعي يعني، ايوه ونقدر نسكرهم في حال الجو اللي يكون حار. ما فيش مشكلة، يعني بس هذا قصدي التصاميم الحديثة، يعني داخليا الواجهات تكون كلها تكون غالبا تكون زجاجية، وفي بعضها تكون مفتوحة على حسب التصميم. يعني فيش مشكلة، بس لازم يكون التصميم بتاع النافذة دي أو الجزء المفتوح على الحوش لازم يكون مناسب للتصميم العام، مش مجرد إن أنا بس حاجة أحطها بس، يعني لازم أكيد يكون مناسب ليها. لو أنا عايز أفتح الإزاز عشان أستمتع بالهواء الخارجي في الحوش مفيش مشكلة، عايز أقفله في تراب ولا في حاجة خلاص أقفل عادي يعني. والواجهات الزجاجية الخارجية لازم تكون أيضا يعني صغيرة بالحجم. صحيح احنا نتكلم عن الشمس قوية، لكن إذا كان مراعاة اتجاه الشمس شرقية أو غربية أو أيا كان على حسب يعني موقع البيت، فهل يسمح لي مثلا إني أعمل واجهات كبيرة في بعض جوانب البيت تكون الخارجية، أنا قصدي. احنا قلنا اللي هي الشبابيك الكبيره ما ينفعش اعملها لان هتدخل لي حراره بغض النظر، حتى لو صحيح، الازاز بس ازاز عازل او كده برضه هتدخل لي حراره. وجود التكييف في البيت، يعني في الجهة اللي فيها هذه النوافذ الكبيرة، ما تساعد؟ ما هي تساعد، بس انا مش يعني انا ما ينفعش يعني اصمم بيت عشان في الاخر احط فيه كميه تكييف زي بيت الخرسانه، يبقى انا ما استفدتش حاجه، صرفت فلوس على الفاضي يعني. هو صحيح كلامك، بس هو القصد ان احنا
يعني الهدف دخول الشمس والشراحة، يعني شراحة اللي تدخل في البيت. مشكلة النوافذ الصغيرة أن كمية الشمس اللي تدخل تكون الإضاءة، أنا قصدي يعني مش حرارة الشمس، لكن الإضاءة بشكل عام تكون قليلة يعني. فحتى يعني يعني النوافذ اللي انا عاملها عرضها حوالي 75 سنتي. لو انت هتشوفي كمية الشمس الداخلة جوه البيت يعني هتذهلي بصراحة، يعني لان كمية سطوع الشمس عالية جدا يعني. اوكي، يعطيك العافية مهندس. الله يبارك فيك. كان في سؤال يا باشمهندس عن الملقف، في توضيح هو الملقف هو عنصر من عناصر العمارة المحلية، هل هذه الفتحات تعمل نفس عمل الملقف؟ بالظبط كده، بس هو المشكلة في الخليج الهواء بيجي من 4 اتجاهات، مش بيجي من اتجاه واحد زي عندنا في مصر. يعني عندنا في مصر الرياح شمالية غربية، هناك لا، في الخليج لا. فعشان كده هم اخترعوا اللي هو البداجير، اللي هو بيتفتح من 4 جهات حسب اتجاه الهواء بيدخل الهواء، عشان كده معمول 4 غرف للهواء. تمام. طيب ازاي اقدر اعرف ان الاضاءه مناسبه او لا، كتصميم او انعكاس او تاثير على ماده الاثر والمبنى؟ يعني ايه الإضاءة مناسبة؟ إضاءة خارجية يعني تبقى داخل البيت؟ مش عارف. اعتقد الاضاءه الداخليه للبيت. ما أنا بعمل الإضاءة الداخلية على حسب أعمال الديكورات بتاعتها. يعني أنا زي ما كده وريتك في الصور، اللي هي بتبقى الإضاءة من ضمن أعمال الديكور، مش مجرد إضاءة حاططها خلاص كده يعني. يعني زي الصور كده اللي على اليمين عندي، واضحة جدا، شاف الإضاءة بتاعتها عاملة إزاي. يعني أنا عايز أزود إضاءة أزود إضاءة، لكن المشكلة في الطراز دوت، أو في الطراز الشرقي، ما ينفعش فيه اجيب طراز امريكاني مثلا واحط فيه، سواء من حيث الفرش او الاضاءه او الحاجات دي، مش هيمشي. يعني زي ما انت شايف كده صوره مجلس الرجال، الكنب نفسه مختلف. يعني ما ينفعش اجيب الطراز الامريكاني بطريقه معينه واحط فيها، مش هيناسب يعني. تمام يا باشمهندس، جزاكم الله خير. طيب ازاي اقدر اتعلم الطريقه دي في البناء، واقدر اجيب واحسب الاحمال، وازاي اعمل فريق عمل، او مين احسن عماله لهذه الطريقه؟ والله الموضوع بقى ده طويل شوية، وبيحتاج يعني بحث كتير قوي، واشوف الكود اللي انا هشتغل بيه، سواء الكود المصري طبعا، وفي الكود الانجليزي اللي هو الخاص بالمباني الطوب. فلازم افتح الحاجات دي واطلع على الحاجات الموجودة في التاريخ، زي ما احنا كده الموجود عندنا في مصر وفي الشام، وموجودة في مثلا في فلسطين وكده، كل الحاجات دي، لان هما كانوا قبل اختراع الخرسانة كان كل شغل بالطوب وبالحجر، فالتاريخ كله بالطوب وبالحجر. فيعني محتاج ان انا اتعلم منهم، من الحاجات الموجودة عندنا، وفي الاخر اطورها لبناء على الحالة العصرية الحديثة. طب يعني حضرتك ترشح أي مرجع معين مثلا إن احنا نتعلم منه؟ زي ما بقول لك كده، في اللي هو الكود المصري للطوب اللي بيبان بالطوب، وفي الكود الانجليزي، ممكن برضه الواحد، لان طبعا الانجليز متميزين في شغل الطوب قوي، يعني ازاي اعمل جدار ورص الطوب ازاي كده يعني، ومحتاج الاسمنت ده ازاي، نسبته قد ايه بالنسبه للرمل، كل الحاجات دي عشان يتعلم الواحد يعني. بس تمام، جزاكم الله خير يا باشمهندس.
الله يبارك في سؤال معلش كمان، التركيبات الفنية في المباني دي تختلف ازاي عن اي مبنى خرساني؟ زي ما انا قلت كده، النقطة النمرة واحد ان هو بتفرق من حيث الاستثمار المباني. يعني انا ببني المبنى الخرسانة بعد 50 سنة او 100 سنة البيت ده بينهار نتيجة العوامل الجوية اللي احنا اتكلمنا عليها، لكن البيت الطوب ده بيقعد معاك الى ما شاء الله. تاني حاجة، فواتير الاستهلاك بتاعت الكهرباء بتقل زي ما انا قلت كده حوالي 60%. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، بعد اللي انا الممارسة اللي انا عملتها في البيوت او في البيوت الطوب لقيتها ما بتفرقش قوي الا بنسبة حوالي 10% او 20%. طبعا في ناس مثلا هتقول لي مثلا سعر المتر دلوقتي المباني مثلا في السعودية يمكن حتى بتشتبط مثلا ب 1500 ريال. ايوه بس يعني ده حاجه متميزه، ده حاجه متميزه خالص في كل حاجه يعني. فما ينفعش اقارن بين مباني الطوب ومباني الخرسانه، دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. زي مثلا ما ينفعش اقارن من عربيه مرسيدس بعربيه سيت ولا هونداي ولا عربية. دي حاجه ودي حاجه. تمام باشمهندس امير، بشكر حضرتك جدا. ارجو ممكن اتفضل دكتور. تسمحوا لي تفضل. طبعا انا نسيت ان الشكر موصول للقائمين على هذه المحاضره ايضا. استاذنا الفاضل، ارجو ان تدلني اي المصادر افضل في تنوع الاشكال الهندسيه بالنسبه للتصاميم الشرقيه الاسلاميه. هناك الان كثير من التصاميم في داخل كل صوره اشاهدها الان اثناء تحرك حضرتك من لوحه الى اخرى، اجد هناك تصاميم اسلاميه، ونحن نعلم تختلف هذه الاشكال من بيئه الى بيئه ومن عصر الى عصر، يعني العصر الاندلسي وغيره وغيره وغيره، الى الان تتباين هذه الاشكال فيما بينها. أي المصادر ممكن أن أجدها غنية بهذه الأشكال؟ والله هي كل الاعتماد الأساسي على البيوت الشرقية أو البيوت العربية اللي موجودة كانت عندنا في مصر. لكن طبعاً أنا عملت مزيج يعني ما بين الحاجات الموجودة عندنا في مصر والحاجات الموجودة مثلاً في الشام أو في المغرب. لكن مثلا اشكال الاقواس ديت معظمها مصري، معظم الستايل مصري يعني. لاحظت الكثير من الفن المغربي ايضا، يعني كان في لوحاتك طابع ظاهر وبارز ايضا، كثير في من التصاميم وجدت هذا الشيء بارزا عندك. بالضبط كده بقول لك، لان الواحد اطلع على العماره اللي هي الموجوده عندهم وعارف مواطن الجمال ازاي تعملها وممكن تستفيد منها في المباني في العصر الحديث. جميل. للأسف احنا اليوم بدأ المجتمع يغادر هكذا يعني خرائط، وهذه الخرائط هي تراث، طبعا حقيقة هي تراث فني جميل فيه شيء من حتى الفكر الذكية. يعني الآن لاحظت قضية التهوية وقضية الأمور هاي الصحية اللي دخول صحيح. الشمس، للأسف الشديد اليوم المجتمع يميل إلى الخرائط الغربية أكثر من هاي ما هو للأسف شديد الخرائط اللي هي أجدادنا حاولوا أن يدرسوا كل سنتيمتر وكل شبر فيها. صحيح صحيح. ولاحظ الآن كل شبر وكل مكان الآن أنت في الشيء مدروس من حيث دخول الشمس، قضية البرودة والحرارة، قضية يعني أشياء كثيرة. صحيح. وطبعا أرجو ألا أكون أثقلت عليكم أستاذنا الفاضل، شكرا لك كثيرا، والشكر موصول لجميع القائمين. يعني برضه دي عشان تبقى عارف، للأسف يعني المهندسين المعماريين الأجانب لما بيشتغلوا في المنطقة العربية بيبقوا عارفين العوامل أو القيم الجمالية الموجودة عندنا وبيعملوها بطريقة ممتازة جدا جدا جدا. وفي بيوت ومباني كتيرة معمولة بناء على الأسس اللي أنا بتكلم عليها دي، بس للأسف مهندسين العرب ما اعرفش ما يعني بيكرهوا التاريخ بتاعهم، مش عارف مش عارف.
يعني لو حبذا لو يزوجون على الأقل بين هذه يعني التراث وبين الواقع، حتى يطلع في الشكل جميل جديد عصري، صحيح حتى صحيح يحافظ على التراث القديم، وبنفس الوقت يعني اكو فد جدة في العمل. صحيح 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 كلامك صحيح. شكرا لك، وفقت لكل خير. شكرا لك، الله اخوك يبارك فيك، الدكتور برغام علي. الله يبارك فيك، شكرا. الله يسلمك، انا الاسعد، الله يسلمكم. باشمهندس أمير بيشكر حضرتك يا باشمهندس، بيقول لحضرتك أيهما أقوى إنشائيا، الطوب الطيني أم الطوب، أعتقد الطفل اللي هو رامد إيرث؟ لا، هو الطوب اللي انا بشتغل بيه هو الطوب الطفلي اللي هو المحروق. الحرق بتاع الطوب ده بيتحرق على حوالي يمكن 1000 او 1500 درجة، فبيدي صلابة للطوب محدش يقدر يتخيلها. يعني الناس اللي بتشتغل في البيت ده بعد كده زي اعمال الكهرباء عشان يوصل يعني مفتاح او بريزه او كده، ولازم يكسر في الجدار شويه، بيعاني معاناه غير عاديه لان صلب جدا جدا، الطوب نفسه صلب جدا، سواء الموجود في السعوديه او في مصر صلب جدا. يعني طيب في سؤال يا باشمهندس، ما طبيعة الأساس يعني اللي هو الأساس اللي تحت الأرض؟ لأن النوع ممتاز من السؤال المباني ده، بيكون تقيل. ممتاز السؤال ده. في نوعين عندنا من الاساسات، الاساس اللي هي المناطق فيها التربه ضعيفه زي المناطق اللي انا اشتغلت فيها في القطيف، اللي هي اللي عباره عن ردم بحر، فبالتالي لما اجي احفر بلاقي الميه بعد متر على طول، فانا بستخدم هنا اللبشه اللي هي تحت البيت كله، اللبشه في حدود مثلا 25 سم او 30، بعملها تحت البيت كله عشان ما يبقاش فيه هبوط للمباني، لبشه وبعدين ببني عليها عادي. بالنسبه في البيت اللي انا عامله للزهران دوت، عن باني على صخر، فباني على الصخر مباشره مش محتاج اعمل قواعد، فلو الارض صلبه بشتغل مباشره، لكن لو الارض محتاجه اعمل اساسات بعمل على لبشه. جزاكم الله خير يا باشمهندس. في سؤال تفضل برضه ابدا. كده، في ممكن بعض التفاصيل عن الطوب، او هل يمكن استخدام نفس النوع للحوائط والقباب، ولا كل عنصر له نوع مختلف من الطوب؟ برضه بس ده سؤال رائع. لا الحقيقة يعني الأساسات ليها طوب، الجدران ليها طوب، الأرشات والأقواس ليها طوب، القباب ليها طوب، جميع الأسقف اللي هي الفولت أو كروس فولت بيبقى، خاصة الكروس فولت يعني بيبقى ليها طوب صغير، التحمل بتاعه بيبقى عالي جدا فوق ال 175، بيبقى حوالي 250 كيلو جرام على سنتيمتر مربع. تمام يا باشمهندس. في سؤال برضو، ما المقصود بعمل تسوية في الدور الثاني؟ يعني معنى ذلك عمل قبة مثلا في الدور الأرضي ثم ردمها وجعلها مستوية وعمل غرفة فوق القبة؟ يعني أنا عندي حيطة 5×5 تمام، بعمل فيها قبة منخفضة ارتفاعها حوالي 40 سنتي، الأركان بتاعة القبة دي بتبقى كلها فراغات عشان دائرية، فبالتالي بملاها بكسر الطوب اللي هو بيكسر أثناء التنفيذ، بعد كده عشان أساوي الأرضية أحط عليها طوب أو سيراميك أو أرضية خشب، فلازم محتاج تبقى الارض تكون مستويه، فبعمل ايه؟ بعمل صبه خرسانه عاديه صغيره جدا 5 سنتي عشان دي اللي هيمشي عليها مواسير الكهرباء، ولو في توصيلات الميه او توصيلات الصرف بتاع التكييف، وبعد كده اردم عليها الرمل واحط بقى البلاط العادي اي نوع من البلاط. طيب سؤال يا باشمهندس، هل تصميم المنازل دي مستقبلا قابل للتعدد؟
يعني لو في حيطة محتاجين نعمل فيها مثلا فتحات باعتبارها عنصر إنشائي ينفع ولا لا؟ لا، لازم اكون باني في البدايه وعارف ان انا هعمل اكستنشن، يعني لازم اعمل لها تمديد. بمعنى ايه؟ لو انا عندي حيطه وعارف ان انا بعد كام سنه هفتح، ممكن اعمل غرفه تانية، فاروح اعمل ارش او قوس داخل الفتحه دي، داخل الحيطه يعني، عشان بعد كده اكسر اللي هو تحت القرش وافتح على بعض. لكن ما اقدرش افتح وهو وانا مش عامل حساب، هتلاقي الجدار كله وقع. طيب سؤال يا باشمهندس، هل مع وجود الأحواش والفتحات يعني عليها يمكن هناك تحكم بدخول الحشرات أو القوارض ولا مش هينفع؟ لا، لو انا قفلت بقى من فوق مثلا بالزجاج او بلاستيك او اي شيء يعني، خلاص يبقى مش هتخش حاجه. بس يعني طبعا لو انا في ناس من البيوت اللي انا عملتها خلوها زي ما هي وما حصلتش حاجه، يعني ما فيش حاجه عدت يعني. تمام، هو كده الأسئلة انتهت يا باشمهندس. لو في أي سؤال أو في أي حد حابب يعمل مداخلة مع باشمهندس قبل ما نخلص، يعني باشمهندس جزاه الله خيرا، يعني بصراحة جاوب على كل الأسئلة، والأسئلة كانت كتيرة جدا وممتعة جدا الصراحة. الله يبارك فيك. في سؤال إنشائي يا باشمهندس، هل المبنى مجزأ إنشائيا إلى وحدات رئيسية وأجزاء داعمة؟ لا، هو اللي هي الحوائط الحاملة، احنا عندنا في المباني العادية الخرسانة الأعمدة هي اللي بتشيل السقف لأن بيحصل عليها تركيز أحمال، لكن الحيطة المستمرة هي اللي بتشيل كل حاجة، الحيطة اللي فوقيها ومع السقف عليها. بس طبعا دي محتاجة دراسة إنشائية، بيبقى حد عارف إزاي السقف بيشتغل وإزاي القبة بتشتغل والقوة الفورسز بتاعتها بتتحرك إزاي. الو، تمام يا باشمهندس، هل في أي سؤال؟ في برضه ملحوظة بسيطة يعني، عفوا، تفضل يا باشمهندس. إذا حب حد يعمل قبة خرسانة، يعني حد حاب يعمل الشكل المعماري ده بالخرسان، هيبقى مكلف جدا جدا جدا، لأن القبة محتاجة تعمل لها شد خشب وتصبها وتعمل لها حديد، مكلف جدا جدا. زي ما أنا قلت كده، ده القبة دي في خلال 5 أيام بتخلص من غير لا شد خشب لها، فبالتالي بتكون التكاليف بسيطة أوي. زي ما قلت، بستعمل بس طوب وأسمنت ورمل من أول بيت لحد نهايته. ممكن سؤال؟ ألو؟ إيه، ممكن أسأل سؤال؟ تفضل. نحن وقت أخذنا في الجامعة عن المباني التقليدية كنا نعمل كل مثلا 120 سنتي نعمل فاصل خشبي، يعني نعمل طوبات الطين، بس طين مو قرميد مثل حضرتك. هون في فاصل خشبي؟ لا لا خالص، فيش البيت زي ما وريتك، الهيكل الانشائي ما فيهوش فيه لا خشب ولا حديد ولا اي حاجه، مجرد طوب في طوب، راس طوب بالطبع. طبعا بطريقه معينه زي ما واضحه في الصوره كده، راس طوب بس. فيه طبعا انواع كتيره لصف الطوب، يعني في حاجه اسمها الرباط الانجليزي والرباط الفلامنكي، في انواع كتيره يعني، فبالتالي هو ده بيربط كله مع بعض، كله ده بيتربط مع بعض غير الخرسانه خالص. الخرسانه انا لو انا ممكن كسرت عمود او اتنين ممكن البيت ينهار، دوت لا نهائي يعني. طب وين فينا نتعلم من الحسابات الانشائيه للعماره هي؟ قلت لها ما بتتعلم بالجامعات، وين فينا نتعلمه؟ ما هي للأسف ما حدش بيعلمها في جامعاتنا خالص خالص للأسف يعني.
فلازم حد هو يدور بنفسه يعني، للأسف يعني. في سؤال يا باشمهندس، هل هناك يعني هل شهدت هذا التوجه الشعبية في تلك المنطقة؟ يعني هل تم تكرار التجربة في مكاتب أخرى؟ لا، لان يعني انا الوحيد اللي كنت بصمم وانفذ النوعيه دي من البيوت في المنطقه الشرقيه كلها من سنه 93 لحد 2007. انا الوحيد اللي كنت بصمم وبنفذ، لان هو للاسف زي ما احنا قلنا هي ما حدش بيدرس النوعيه دي في الجامعات، فما حدش يقدر يدخل فيها الا اذا كان فاهم، لان طبعا مسؤوليه كبيره، مسؤولية كبيرة، الناس هتعيش جوه يعني، فما ينفعش إن أنا أغامر بحاجة زي كده يعني. تمام، جزاكم الله خير يا باشمهندس. هو الأسئلة كده خلصت. في سؤال أخير يا باشمهندس معلش، في هل ممكن حضرتك تعمل كورس عن ال عن 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 هذا النوع يعني؟ ممكن فيش مانع يعني، بتتعود معاكم او كده باي طريقه ممكن نعمل كورسات، مفيش مشكله. هو واضح إن في يعني إقبال كبير جدا على الموضوع ده يا باشمهندس بصراحة يعني. واحنا الله، طبعا شرفنا يا باشمهندس يعني التعاون مع حضرتك بأيا كان يعني أيا كان نوعه يعني. ان شاء الله. انا بقول لك انا حاضرين معاك يعني اي حاجه، ونقدر نرتبها مع بعض وان شاء الله نعملها يعني، لأن الموضوع كبير قوي وفيه تفاصيل كتيرة قوي، فلازم يتاخد جزء جزء. حتى التصميم، الرسومات بتاعة التصميم المعماري ليها طريقة معينة، مش زي الطريقة العادية. أنا بشكر حضرتك جدا يا باشمهندس وجزاكم الله الله يبارك خير. فيك، الله يبارك فيك، يبارك فيك، الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. الو، ايوه باشمهندس مع حضرتك. دلوقتي لو انا انت احنا سجلنا، المحاضرة مسجلة. طب لو تبعت لي بس لو تكرمت الرابط يعني. تمام، مفيش مشكلة. حاضر يا باشمهندس، مفيش مشكلة ماشي، خالص. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. you